طبعا في بداية الأمر هذا العرس الانتخابي ليس بغريب على دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعود الفضل إلى المغفور إليه الشيخ زايد بن سلطان الهيان رحمه الله، حيث أنه ترك وفتح المجال للمواطنين بالمشاركة في شتى المجالات، واستمر على هذا النهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد. ولا نغفل عن الدور الكبير الذي يقوم به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد إمارة أبو ظبي. تم اختيار هذا المركز لموقعه الاستراتيجي الذي يخدم مدينة الذيد والقرى المجاورة لها، ويتمتع المركز لدينا بكافة معايير الأمن والسلامة. لدينا كادر مدرب على درجة عالية، طبعا لدينا 15 جهاز تصويت. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين والمرشحين في هذا العرس البرلماني الوطني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.